دوما مشاهدينا لا تقتصر استعدادات المرأة الحاملة على حاجات تصحبها معها أثناء الولادة، إذ تحتاج المرأة الحامل إلى استعداد نفسي وصحي نتعرف عليه مع استشارية النساء والتوليد وأطفال الأنابيب الدكتورة أمل الشنار. أهلا وسهلا بك دكتورة أمل. أهلا ميس، أهلا شكرا. دكتورة خليني أول شيء أبدأ معك من حاجة المرأة الفعلية للاستعداد مبكرا قبل الولادة. في هذا أهم شيء أنه الوحدة قبل ما تحمل بثلاث أشهر لازم تحضر حالها. يعني فرضا الحصبة الألمانية لازم تأخذ التطعيم للحصبة الألمانية، وذاك الفترة ثلاث أشهر اللي بعديها ممنوع تحمل. نعم. أوكي؟ حتى تكون جاهزة. الإشي الثاني هو أنه لو عندها فرضا السكر تدبر السكر قبل ما تحمل، لأنه لو السكر بيكون عالي قبل الحمل بيقدر يزيد التشوهات. نعم. نفس الشيء مع السرع، في لازم تشيك مع الضغط والأدوية تاع السرعة. سو كل هاي التجهيزات لازم يكون قبل الحمل. الإشي الثاني هو الوزن. الوزن كتير مهم كمان تشتغل عليه قبل ما تحمل، خصوصا لو وزنها زيادة. لو في إشي اسمه body mass الوزن index. زيادة للسيدة إذا كانت قبل ما تحمل راح يضرها في الحمل؟ ممكن كتير بقدر يضر على الحمل، لأنه بقدر يزيد الإسقاط، بقدر يزيد السكر، ولو زادت السكر كتير بقدر يعطي تشوهات. so you really يعني الوحدة لازم تدير بالها مع الوزن. في إشي اسمه body mass index، وين يعني الدكتورة راح تقولها تأخذ الوزن تاعها، تأخذ الطول. أي البودي ماس اندكس فوق ال 30 هو بصير خطر كثير. هلا اكثريه الحريم اللي وزنهم زياده تقولي اوكي لازم يكون نورمال، بيكون شوي صعب. بس على الاقل حتى لو خسوا 4 كيلو ات ميكس ا ديفرنس لو البودي ماس اندكس فوق ال 30. اوكي هلا وقت الحمل. اوكي في اشياء اللي الوزن الويت جين وقت الحمل يوجدي بتقولي بين 12 ل 16 كيلو. اوكي زياده لا تزيد عليها، رح تزيد وزنها. اوكي يعني اول 3 اشهر بتزيد 2 كيلو. نعم. بعديها نص كيلو ماكسيمم بالاسبوع. اوكي ولازم تدير بالها على الوزن وعلى الاكل. نفس الشيء مع الرياضه. اوكي في كثير ناس بيفكروا اوكي بالحمل ما بيقدروا يعملوا رياضه. صح. بس بالعكس طبعا لازم تستشير الدكتوره تاعها، لانه كل وحده خاصه. لانه لا كل حال غير. بس الحريم بيقدر يمشوا، بيقدر يسبحوا. بيقدر يعملوا low impact aerobics، في يوغا and pilates معمول. صح. للحمل. وحتى لو ما عملت رياضة من قبل وبدها تعمل رياضة وصحة الطبية كلها أوكي، تقدر بالبداية تمشي 5 دقائق باليوم وكل أسبوع تزيد 5 دقائق. نعم. أوكي so it's really okay and ال recommendation هو نص ساعة رياضة باليوم. رياضة معناته مشي أو سباحة أو you know at least 5 مرات بالأسبوع. ممتاز. أوكي بالنسبة للفحوصات، أنت حضرتك قلتي في فحوصات المفروض تقوم بها قبل الحمل أو شوفي أثناء الحمل. شوفي أثناء الحمل الـ World Health Organization حددوا التحاليل كلها. أوكي لكل الحوامل. سو اللي قبل طبعا انه يتشيكوا لو هي يعني عندها المناعه ضد الحصبه الالمانيه او التوكسوبلازموسيس. اوكي هاي المرض اللي بيجي من القطط. بس وقت الحمل الامراض يعني الفحوصات بيكون مثل الهيموغلوبين وال يو نو شو نوع الدم تاعها، حتى تاخذ ال فيتامينات لا الفاكسينيشن لو الدم التطعيم. اكزاكتلي والإشي الثاني بالإمارات هون التحاليل الدم شوي غير عن الدم WHO، لأنه هون كل 16 وحدة عندها ثالاسيميا. حامل ثالاسيميا سوري. فطبعا لازم تشيك لو حامل ثالاسيميا وزوجها كمان لازم يتشيكوا. الإشي الثاني أنه ربع الحريم الحوامل هون الإماراتية عندهم نوعا ما من السكر. طبعا هو ثالاسيميا أصلا المرض منتشر في الخليج بسبب اعتقد زواج الاقارب احد الاسباب. يا هو از جينيتيك، كله جينيتيك. بتتكلم مع الامارات انت كانك بتتكلم حتى في المنطقه بشكل عام يعني. بالضبط الامارات والخليج كلها. صح بالضبط. والسكر نفس الشيء. اوكي فالسكر كمان هو لازم الوحده تشيك السكر مزبوط من البدايه. ولو عندها فقر دم تقدر تشيك الفقر دم. طبعا الفيتامين دي 3 الخليج كلها اوكي عندنا شمس كثير بس الفيتامين دي كثير قليل عندنا. ليش؟ هو لانه ما يعني كلنا indoors. اوكي لازم الوحده تبين ايدها رجليها وجهها. لازم تعرض ايديها ورجليها 20 دقيقه باليوم.
هي لازم تكون الشمس كثير مباشره علينا عشان ناخذ فيتامين دي؟ لا حتى مش لازم يكون مباشر بس يعني بتكون بالجو. يعني من قبل كان يحط الاطفال تاعهم بالشمس الساعه 6 الصبح ونفس الفكره اوكي مش انه تحرق حالها لانه المراه الحامل ممنوع تعرض جسمها للحر كثير. قديش يكفيها نص ساعه في اليوم تكفيها 20 دقيقه اوكي بس اكتريت الحريم يعني مش رح يقعد بالشمس الشمس حر كثير هون عندنا فبديله يعني في ادويه وفي فيتامينات لايك مثل فيتامين دي 3 فالدكتوره بتقدر تشيك على الفيتامين دي 3 تاع الحامل وتقدر تقول لها قديش الفيتامين دي 3 بتقدر تاخذ قبل الحمل او حتى وقت الحمل. انا يعني حابه اسالك عن دور الدكتوره ودور الطبيب في تاهيل المراه الحامل نفسيا وجسديا حتى. شوفي الدكتوره كثير مهمه لانه هي رح تقول لها شو اللي رح يساعدها شو اللي رح يضرها. هي لازم المرأة تكون تقتنع حتى يعني وقت الولادة شو رح تعمل تكون مرتاحة لو رح تعمل قيصري كيف رح يكون الجرح شو اللي رح يساعدها لبعد الولادة. ففي أشياء كتير اللي بتقدر تساعد حالها والبيبي أكترية الحريم بدهم يعملوا قد ما بيقدروا حتى يساعدوا حالهم والبيبي. بعض السيدات يحبوا يلبسوا المشد بسبب الحمل وشايفين الجسم خلاص انعدم، ايش خطورة المشد على المرأة؟ شوفي المشد كثير مهم لأنه بذكر البطن إنه في عضلات، لأنه طبعا 9 أشهر والبطن مرخي والعضلات مرخي، فهاي المشد اتس اكسلنت اوكي بتقدر تبداها تقريبا يومين بعد الولاده لما الرحم بتقلص شوي وبدخل وبتتاكد انه بدخل تسال دكتورتها لانه طبعا كل حاله غير بس المشدات ذير سوبر اوكي تستخدمها تقريبا 3 أشهر. في حريم بيلاقوا كثير صعب يلبسوا المشدات لانه اتس نوت كومفورتبل فبقدر يلبسوا مثل خيط او مثل حبل رفيع كثير حوالين بطنهم حتى بس يشد البطن وتضلها تشاد البطن اوكي فكثير مهم. نعم طيب بالنسبه للمحاذير المتعلقه بالاكل فتره الحمل وما بعد الولاده اوكي هلا المحاذير يعني وي هاف تو لوك ات يعني فرضا از في اشياء ممنوع يعني لازم تدير بالها وقت الحمل مثل التونه والسالمون It's super لأنه مليان أوميغا 3 اللي كتير مهم للبيبي بس المشكلة إنه الـ مليان زئبق فلو بدك تاكله بس تاكل هالقد مرة بالأسبوع ماكسيمم أوكي تونة وسالمون تونة سالمون just once a week لأنه مليان زئبق فالأوميغا 3 بس معلش بس التونة والسالمون من الأسماك؟ لا شوفي الأسماك اللي as a general rule الأسماك الكبيرة فيها زئبق لأنه باكلوا أسماك الصغيرة أوكي يوجد الأسماك الصغيرة ما عندهم زئبق اوكي بس يعني في there's an iPhone application اللي كاتبين عليه كل الاسماك والكونتنت تاع الزئبق فيهم فالمره لو بدها تعرف قديش تاكل او يعني شارك فين فرضا يعني نو جو لانه مليان زئبق اوكي بس التونه سالمون ليش عم بحكي لانه السالمون فيه اوميجا 3 وهي الاوميجا 3 كثير مهم لمخ البيبي فهلا عندهم فيتامينات تاع الاوميجا 3 معمول للحمل اوكي اللي راح يساعد مخ البيبي في اشياء ثانيه كمان لازم تدير بالها التوكسوبلازموسيس هاي التهاب اللي بيجي من القطط هلا ناس كثير بيفكروا اوكي انا ما عندي قطه اتس اوكي مش حيجي لي التوكسوبلازموسيس هاي الالتهاب كثير بيساعد العين تاع يعني العين تاع البيبي والمخ تاع البيبي وبيجي فرضا من الكب النيه اوكي فممنوع تاخذ اي لحم ني او حتى لو عند الشوبينج بورد اللوحه اللي راح اقطع اللحم واللي يقطع الخضروات لازم يعني يكون غير يفصلهم تماما كومبليتلي اوكي حتى ما يجي لها التوكسوبلازموسيس كمان في شيء اسمه سايتوميغالوفيروس هذا بيقدر يسبب اسقاط وقت الحمل او ولاده مبكره هلا سايتوميغالوفيروس بتلاقي يعني بيجي البيبي يوجد بيكون عند الاطفال اوكي ف البيبي الاطفال بالبيت فرضا بيقدر يكون الام بتفكر اوكي اتس اونلي فلو انفلونزا او زكام بس بيقدر يكون سي ام في فلازم كثير تدير بالها لما
لانه بتلاقي بالدموع بالمخاط بالبول اوكي. فحتى لو تشيكت البامبرز تاع طفلها تغسل ايديها، خصوصا الاطفال اللي بيروحوا على النيرسري هاي البيئه، هو البيئه وين الاطفال باخذوا سايتوميجالو فيروس وبيقدروا ينقلوا للام. هو نوع فيروس يعني نوع من الفيروس موجود فيه؟ مثل الفلو يعني، الواحد بفكر انه جس نورمال فلو. من فين بيجي؟ ليتشلي هو يعني كيف بيجي من الاطفال، يوجوالي الاطفال بيكون عندهم اياه اوكي. بتلاقي بالدموع، فالام تيجي يعني بتمسح الدموع تلاقيه في الدموع، هي تشوفه ممكن تشوفه نوم ما بتقدر تشوفه، بس لو اكلت اوكي، لو فرضا نشف دموع وبعدين ما غسلت ايديها واكلت بقدر يجي لها. فكتير مهم انه لو هي يعني وقت الحمل تغسل ايديها دايماً. لهي السبب اوكي، يعني محتاجه هايجين كثير دائما، الهايجين اوكي كثير مهم. وكمان في شيء اسمه الليستيريوسيس اوكي. هاي الالتهاب بيجي من لايك ا كولد كات، اللحم البارد المقطوع او البلو تشيز، فهاي يعني ريلي شي نيدز تو كيپ اواي. وطبعا السيجاريت سموكينج مش بس اتس نوت جود للبيبي، بس حريم كثير ما بعرفوا انه بيقدر ياثر، لو عندها بنت بيقدر يأثر على إنه بخفف البيضات اللي في المبايض تاع بنتها. So really حتى ما تكون a passive smoker قدام ناس تانيين اللي عم بدخنوا. Okay. أو يعني صحيح تانية على السريع just very quickly، هو البستسايد يعني اللي برش البيت مع البيف باف اوكي، تدير بال الحشرات بشكل عام بالضبط اوكي. لازم تدير بالها تغسل الفواكه والخضروات كثير. هلا في فواكه وين البستسايد اوكي بدخل جوات الفاكهه والواحد ما بيقدر يغسله. فوقت الحمل افشك يعني، لو بتقدر تعمل اورجانيك اتس ا جود ثينج، لو ما بتقدر اتس نوت يعني كونتروفيرشال. الواحد ما بعرف هل ياخذ اورجانيك ولا لا، بس الاورجانيك بيساعد خصوصا بانواع معينه من الفواكه وين البستسايد بيقدر يدخل جوات الفاكهه. هو الاورجانيك قصدك الباكولات غير عضويه وين ما بيرش البستسايد كثير. اي فتحاول المراه الحامل قد ما تقدر على الاقل فتره الحمل تاكل هذه الخضار والفواكه، تبتعد عن اي شيء يكون عليه مبيد حشري او مرشوش. بالضبط وتدير بالها على هالاشياء. ذا اذر ثينج هو اخيرا الفيتامينات كثير مهمه اوكي. وجرعه الفيتامينات يعني كل حدا اوكي باخذ فوليك اسيد وقت الحمل اوكي، هذا اهم شيء، كل حدا باخذ الفوليك اسيد. بس كثير مهم انه تخبر دكتورتها لو عندها حاله، يعني فرضا لو عندها سكر او لو عندها صرع او الوزن زياده، الجرعه تاع الفوليك اسيد لازم يكون اكثر اوكي، لانه بيساعد البيبي من هاي الناحيه. الشيء الثاني هو الاوميجا 3. هلا زي ما قلت الاوميجا 3 كثير بيساعد شبكتها على العين، المخ تاع البيبي. الاوميجا 3 اللي قلت لك يو فايند ان ذا سالمون. هلا كثير مهم المره ما تاخذ الاوميجا 3 اللي محطوط بالصيدليه، بس لازم تاخذ الاوميجا 3 المعمول خصوصا لوقت الحمل. نعم اوكي. طيب انا اخيرا بس دكتوره امل انتهى الوقت، بس خليني بسالك عن حاجه. التمر بما انه احنا موجودين في الخليج والتمر كثير موجود، ايش بيفيد المراه الحامل او لا؟ شوفي التمر هم كثير بيقولوا لازم الوحده طبعا تدير بالها لو عندها سكر اوكي، فتسال الدكتوره تاعها. مش انه مفيد او مش مفيد، بس اتس ا جود ثينج لو رح تاكل تمر اتس اوكي تاخذ اثنين حسب قديش السكر تاعها، او ثلاثه باليوم، ماكسيمم اربعه باليوم اوكي. فاتس ا جود ثينج يعني في اشياء كثير مثل الاكلات الثانيه انه بتقدر تحط مع بعض. بس ما طلعت لي فوائد خاصه بالمراه الحامل. شوفي هم بيقولوا انه وقت الرضاعه كثير بيساعد، انه بعد الولاده انه بيقدر يساعد. أنا رح أقول لك إنه بعض صديقاتي كانوا بيحكوا، سمعتهم فبيقول إنه أكل التمر على آخر الأيام فساعد في الطلق في الولادة. لأنه بيقولوا إنه فيه أوكسيتوسين أوكي، يعني معلومة صحيحة. إتز معلومة صحيحة. أوكي. هلا ما بعرف ولا حدا عارف قديش بيساعد، بس apparently إنه فيه شوي أوكسيتوسين إنه يمكن بيقدر يعطي تقلصات. Don't know yet. أنا يعني كويس ختمتي بتأكيدك على هذه المعلومة، لأنه كنت متوقع إنه السيدات اللي بيتابعون الستات الكبار راح يقولوا إنه أوكي إحنا كنا من زمان بناكل كل حاجة وحياتنا كانت ماشية، كنا ناكل التونة عادي كل شيء عادي. فكويس أكدتي لهم إنه التمر فعلا يساعد على الولادة. شكرا. أوكي شكرا كثير ميس، كثير استأنست وإن شاء الله استفدتوا منها. أكيد. شكرا جزيلا لك دكتورة أمل الشناوي. شكرا لوجودك معنا. شكرا مشاهدينا، وصلنا بكده لختام حلقتنا اليوم من سيدتي، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة. إلى اللقاء.